انهيار كبير ومتسارع للعملة الوطنية مقابل الدولار. شارف سعر الدولار عتبة 500 ريال في تدهور ينذر بكارثة اقتصادية خطيرة وفوق احتمال الناس الذين تأكلت مدخراتهم وانقطعت رواتبهم وعصفت بهم الحرب. تفتقد سلطة النقد في هذا البلد ممثلة في البنك المركزي اليمني الذي يشهد تنازعا في الصلاحيات بين المركز والفرع إلى القدرة على كبح جماح هذا التدهور المتسارع نتيجة نفاذ الاحتياطي من العملات الأجنبية. منذ أن قرر البنك المركزي التابع للحكومة في أغسطس من العام المنصرم إعادة العمل بتعويم العملة تدهور سعرها وزادت نسبة التدهور لتصل إلى ما يزيد عن 200% قياسا بما كان عليه الحال عام 2014. هذا الخطر دفع بالحكومة إلى عقد اجتماع استثنائي منتصف الأسبوع المنصرم لم يخرج سوى بتأكيدات على تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الأمنية والضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين. هي الحلول الأمنية ذاتها التي طبقها الحوثيون في مناطق نفوذهم، ولكن بطريقة ضاعفت من المشكلة، خصوصا بعد أن اقتحم مسلحون تابعون للميليشيا محلات صرافة وبنوك كبيرة في صنعاء ونهبوا أموالها. الرئيس هادي استمع من وزير المالية أحمد عبيد الفضل ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي ونائبه عباس الباشا إلى شرح موجز لواقع العمل المالي والخطوات المتخذة بشأن استيعاب الوديعة السعودية التي كان مصرفيون قد طالبوا بضرورة الإسراع بوضعها تحت تصرف البنك المركزي اليمني لتفادي الانهيار الأكثر كارثية للعملة اليمنية خلال المرحلة المقبلة. فطبيعة المرحلة والأوضاع الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد تستدعي وفقا للرئيس هادي تعاون ودعم الأشقاء والأصدقاء لليمن لتجاوز تحدياته الراهنة. رهان دونه على ما يبدو الكثير من التعقيدات التي تكشف عن طبيعة العلاقة القائمة بين التحالف والحكومة في هذه المرحلة، ما يفتح المجال أمام المزيد من التوقعات المتشائمة بشأن إمكانية إيجاد حلول سريعة لأزمة تدهور العملة الوطنية.